السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الصغار، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. مستعدون؟ هيا بنا لنبدأ ونرحب بصديقتي يمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصدقائي، أنا سعيدة لأنني سوف أشارك معكم اليوم في حصة اللغة العربية. مستعدون؟ هيا بنا. هيا اليوم حرف جميل، هيا بنا نتعرف على حرف اليوم يا يمنى. هيا يا يمنى ننظر هنا. هيا يا، أحسنتم. يا يا يا، هيا نردد. يا يا يا، رائع. مرة أخرى. يا يا، أحسنتم. يمنى، حرف الياء يوجد له أصوات عديدة، وأيضا يوجد هنا شيء جميل يا يمنى، هيا ننظر. يد صغيرة ويد كبيرة، ولكن لماذا يا معلمتي وضعنا هذه اليد؟ سوف نعرف الآن يا يمنى. هيا بنا نتعرف على الأصوات القصيرة والطويلة. هيا نبدأ. هيا يا يمنى هنا، هيا بنا نقرأ. يا يا يا، أحسنتم. هيا يا يمنى نردد. يا يا يا، أحسنتم يا أبطال. يا هنا يوجد يا، هل أضع يا هنا أم هنا؟ أحسنتم، هنا لأنه صوت قصير. هيا بنا ننظر هنا أيضا. هيا يا يمنى. يو يو، رائع. يو يو يو، أحسنتم يا أبطال. أحسنتم، أيضا صوت قصير. أحسنتم. وهنا يي يي يي، مرة أخرى. يي، أحسنتم، أيضا هنا صوت قصير. أحسنتم يا أبطال. هيا نعود وننظر هنا، حرف الياء مع مد الألف، كيف نقرأ هذا الحرف مع مد الألف؟ هيا ننظر. يا، أحسنتم. هيا يا يمنى رددي معي. يا، أحسنتم يا أبطال. هيا ننظر، هنا أم هنا؟ أحسنتم. يا، صوت طويل هنا. هيا ننظر أيضا. يا مع مد الواو، كيف نقرأ؟ أحسنتم، أسمع الأطفال يرددون معي. يو، رائع. يو، هيا نذهب. هنا أم هنا؟ هيا يمنى. أحسنتم، هنا لأنه صوت طويل. وأخيرا الياء مع مد الياء، كيف نقرأه؟ يي، رائع. مرة أخرى. يي، أحسنتم يا أبطال. هنا أم هنا؟ يي، صوت مرتفع. أحسنتم، هنا. والآن يا يمنى جاء وقت القراءة. كيف نميز بين الأصوات القصيرة والطويلة من خلال الكلمات؟ مستعدة يا يمنى؟ وأنتم أيضا مستعدون؟ هيا لنبدأ. هيا نبدأ. يمامة يمامة. يا، أحسنتم. يا يا، يمامة هنا الصوت قصير، أضعه هنا. يا يمامة، أحسنتم. وهنا يا يمنى هيا ننظر. ياسر، أي صوت هنا؟ صوت الياء، ولكن طويل أم قصير؟ طويل، أحسنتم. ياسر، أضعه هنا أم هنا؟ هنا يا معلمتي، أحسنتم يا أبطال. وهنا هيا نفكر، ماذا يوجد هنا؟ يصلي يصلي، أحسنتم يا أبطال. أي صوت أسمع أنا هنا يا معلمتي؟ أي صوت يا يمنى؟ يو يو، يصلي، ويو يو يمنى، أحسنتم يا أبطال. يو يو يو، يصلي، هنا صوت قصير. وأيضا صديقي يوسف يوسف، أحسنتم، هنا الصوت طويل. أحسنتم يا أبطال. يوسف، رائع رائع، أحسنتم يا أبطال. وهنا هيا ننظر. مصايف مصايف، الصوت هنا قصير. يي يي، هنا أم هنا؟ هنا، أحسنتم يا أبطال. مصايف. وأخيرا تزيين،
تزيين. الصوت هنا قصير أم طويل؟ هيا نفكر ونسمع مرة أخرى. تزيين. أحسنتم أحسنتم يا أبطال، هنا الصوت طويل مع مد الياء. أنتم حقا رائعون، هيا بنا نقرأ سريعا هذه الحركات القصيرة. هيا نردد مع المعلمة. يا يمامة، يو يصلي، ي مصايف، وهنا يا ياسر، وهنا يو يوسف، وهنا ي تزيين. أحسنتم يا أبطال. والآن هيا أنا ويمنى سوف نستمع إليكم. عندما نستمع إلى الصوت الطويل نصفق، وإذا استمعنا إلى الصوت القصير لا نفعل شيء، فقط نستمع. مستعدون؟ هيا بنا لننظر. يصلي. أحسنتم، لا أسمع أحد يصفق لأن هذا الصوت قصير. أحسنتم يا أبطال. هيا ننظر هنا. يوسف. أحسنتم، وأيضا يمنى تصفق. هيا نصفق لأننا الآن سمعنا صوت طويل. يوسف. أحسنتم يا أبطال. هيا مرة أخرى. هيا ننظر هنا. أحسنتم أحسنتم يا أبطال. يمامة، لا نصفق لأن هذا صوت قصير. يا يا يمامة. هيا ننظر هنا. ياسر. أحسنتم، أنتم حقا رائعون. الآن نسمع صوت طويل. ياسر. وأيضا يمنى تصفق. هيا نصفق للأبطال يا يمنى. أنتم حقا رائعون. اليوم هيا بنا نتدرب ونقرأ هذه الأصوات القصيرة والأصوات الطويلة، ونقوم بتسجيل مقطع فيديو قصير ونشارك على الكلاس دوجو مع المعلمة لكي نحصل على نقاط كثيرة، وأيضا يا معلمتي سوف نحصل على شهادة جميلة. أشكركم جميعا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.